هاي ان شاء الله كامل تكون بيان. اليوم واش حنشوفو؟ راح نشوفو ليكيليبر اسيدو بازيك. قبل ما نبداو لازم نعرفو هذا ليكيليبر، علاش لازم يكون في الاورغانيزم تاعنا. كيما على بالنا كو هاني هنا هذه انتروداكسيون، قلنا بلي ليكيليبر اسيدو بازيك ولا لوميوستازي نفس الشيء، لوميوستازي باردون لوميوستازي تاع لو بي اتش، معناتها ليكيليبر كيف كيف ليكيليبر تاع لو بي اتش، est une fonction essentielle de l'organisme. Maintenant, l'équilibre de l'acide et les bases. Nous avons dit que si nous avons l'acide ou la base, le pH est un peu plus élevé. Il est un peu plus élevé. Il est un peu plus acide. Il est un peu plus élevé. Il est un peu basique. Alors, nous avons dit que la relation de pH est égale pK plus log la base à l'acide. دونك حنايا تسمى هنايا راح توجور نخلو لو بي اتش تاعنا، لو بي اتش تاعنا نورمال، لو بي اتش تاعنا يكون معتدل في الوسط، ما هابط بزاف باش يكون عندنا اون اسيديتي، وما يكون طالع بزاف باش ما تكونش عندنا طالع على باس تاعنا. دونك لو بي اتش هو البوتونسيال ديدروجين، سافو دير على احنا على بالنا بلي هذه لا ريلاسيون تاع بي اتش ايت ايغال موان لونغ اتش بلس، هو لو بي اتش هو البوتونسيال تاع لي بروتون اون هيدروجين. سافو دير كل ما يزيدوا لي لي بروتون اون هيدروجين كل ما البي اتش راح تنقص، راح ديمينوي، راح تولي اسيد. هكا هذا هو واش معناتها البي اتش. هذه لا ريلاسيون نعرفوها ديجا من قبل، كتبتها لكم هنايا برك باش نفكر لكم كو لو بي اتش عندها علاقه بلي بروتون هيدروجين اللي هما الاش بلس. كل ما كانوا لي بروتون هيدروجين طالعين كل ما بي اتش تاع لو ميليو راح تنقص، كي تنقص واش تولي عندي؟ تولي عندي بي اتش اسيد. دونك حنايا هنايا علاش لازم نخليو بي اتش تاعنا اون ايكيليب؟ واش على بالنا؟ انا قرينا ديجا لي كور تاع لي اسيد اميني وعرفنا بلي كل ما البي اتش تغير سواء تولي بازيك ولا تولي اسيد، كل ما لي فونكسيون لاتيرال تاع لي اسيد اميني ولا لي شان لاتيرال تاع لي اسيد اميني راح تصالهم ايونيزاسيون. كي تصالهم ايونيزاسيون راح يبدلوا الكونفورماسيون تاعهم، كي يبدلوا كي تبدل لا شارج تاع لي اسيد اميني راح تبدل لا شارج تاع البروتين، كي تبدل لا شارج تاع البروتين واش راح تبدل؟ راح تبدل كامل لا ستركتور تاع البروتين. كي تبدل ستركتور تاع البروتين على بالنا بلي كو لي زونزيم سون دي بروتيين، ولي زونزيم يلعبوا دور مهم في الاورغانيزم تاعنا. دونك كي تبدل هذه لا كونفورماسيون تاع لي بروتيين ولا تاع لي زونزيم تقدر تصرا بيرتورباسيون كبيره في الاورغانيزم تاعنا، ولي زونزيم ما يقدروش يخدموا خدمتهم كما يقدروش يخدموا خدمتهم، بيان سور الاورغانيزم راح يتخسر كامل وراح يصراونا دي زانومالي ولا دي باثولوجي. على هذيك لازم نخلو لو بي اتش دو ميليو يكون نورمال ولا يكون معتدل، ولا البي اتش اكزاكتومون ولا البي اتش تاع لو سون. هذه علاش لازم نحافظوا على بي اتش يكون نورمال. دونك لو بي اتش بلازماتيك معناتها لو بي اتش اللي يكون دون لو بلازما معناتها اللي يكون في لو سون يكون نورمال اونتر 7.38 اي 7.42. كاين هنا اللي يكتبوا 7.36 7.40، ليسونسييل كل بوليكوب كيفاش يكتب، ليسونسييل تكون في هذوما لي ليميت، وما يقدرش يطلع بزاف ولا يهبط بزاف باسكو راح يديرنا كارثه. ويكون كومباتيبل على لافي، واش معناتها؟ معناتها كي يتغير في دي ليميت اتخوات هكا يتغير في حدود غير صغيره نسموهم دي ليميت فيتال، يكون شغل نورمال الانسان يقدر يعيش به، ولا هكا بالك تصالو باثولوجي صغيره بصح شغل ماشي يكون موميت هكا. دونك كيما هنايا عندي بي اش نورمال قلت لكم اونتر 7.38 7.42، كي يهبط تحت هاد الفالور ولا كي يطلع فوق هاد الفالور كي يهبط يدير لي اسيدوز. واش معناتها بريسونس داسيد دون لو سون. اسيدوز من بعد في لي ديزيكيليبر راح نعرفوهم تري بيان. كي يكون هابط يمد لي اسيدوز، كي يكون اكثر من 7.42 واش يمد لي الكالوز. واش معناتها الكالوز؟ معناتها بريزونس دو باز دون لو سون، يكون عندي لي باز بزاف دون لو سون. سي يهبط اقل من 7 هادوما نقدروا نسميوهم دي ليميت فيتال اونتر بريسك في هذا المجال، شغل يقدر بريسك لوغانيزم تاعنا يتجاوب معاهم ولا يسقمهم. مي اقل من 7 ولا اكثر من 7.80 تكون مختل، يكون انكومباتيبل على في. هذه انتروداكسيون برك باش نعرفوا الكور تاعنا على من راح يهضر. دونك شغل نعرفوا لو بوت تاع نوتخ كور. نروحوا دوك هاتيك وين راح نبداو بريسك ندخلوا مليح في الكور. احنا نهضروا على لو بي اتش سونغا. يقول لك باللي لورغانيزم تاعنا
هكا في لو كا نورمال تاعو ولا في لو كا فيزيولوجيك تاعو يدير لنا برودكسيون دو بوكو داسيد، معناتها عنده توندونس ا اسيديفي لو سان، هو هكا وحده يدير لنا برودكسيون تاع لي اسيد بزاف. هكا هذا هو الاورغانيزم تاعنا، شغل هكا يخدم باش يخدم، كي يكون يخدم يدير لنا برودكسيون تاع لي اسيد هكا، باسكو شغل لازم يخدم. علاش هادو لي اسيد منين يجيو من الميتابوليزم؟ دونك نشوفوا بلي بزاف لي اسيد اللي راح نصيبوهم في لو كور تاعنا راح يجوا من لي اسيد. عندنا دو كلاس، عندنا لي اسيد فولاتيل و لي اسيد نو فولاتيل ولا لي اسيد فيكس. اسيد فولاتيل هو برينسيبالمون لو سي او 2، لو سي او 2 علاش نسميوها فولاتيل؟ فولاتيل باسكو شغل يقدر سالو فابوريزاسيون ولا يقدر يخرج، شغل مي كيكون في سوليسيون، شغل كيكون في سوليسيون يقدر يولي فابوريزي هكا. هذا هو لو سي او 2، وهذا لاسيد فولاتيل يكون دي كونتيتي بزاف غروند، صادير تكون عنده شغل تكون اكسكريسيون تاعو في لورغانيزم تاعنا كبيره بزاف. هذا بيان سور، شوفوا هذه المعادله عندي لو سي او 2، لو سي او 2 كي يدوب في الماء باغ اونزيم سموه لونيدغاز كربونيك، من بعد راح نهضروا عليه بزاف. هذا لونزيم يمد لي لاسيد كربونيك، لاسيد كربونيك ومن بعد تيك هذه لا رياكسيون ريفرسيبل، يقدر يمد لي ديكربونات، لي بيكربونات هذوما تقدر تصنعهم اكسكريسيون باغ لي ران، اكسكريسيون معناتها اليمناسيون بريسك في لي زورين. سينو تقدر تصرف لو سونس كونترير وين يكون عندي برودكسيون بزاف تاع لو سي او 2 اللي هو ستان اسيد فولاتيل، وهذا لو سي او 2 واش راح نديرو؟ راح نديرو الاكسبيراسيون، معناتها راح نخرجوه في لي بومون، دونك راح يتيليمينا باغ لي بومون. دونك لاسيد فولاتيل هذا لو بلوز امبورطون هو لو سي او 2، ويكون دي غران كونتيتي يجي من الميتابوليزم دي غلوسيد اي دي ليبيد هكا، والليمناسيون تاعو تكون باغ لي بومون. عندنا لي اسيد نون فولاتيل ولا لي اسيد فيكس، معناتها ما راحش يقدروا يتصنعوا فابوريزاسيون ولا يولوا دي غاز ولا يكونوا دي غاز كيما لو سي او 2. هادو هما لي اسيد شويه الكونتيتي تاعهم تكون شويه فابل على بارابور و لي اسيد فولاتيل، و ليليميناسيون تاعهم تكون بار لي ران داكوغ. هادو هما لي اسيد نون فولاتيل كيف كيف نلقاو فيهم دو فارياسيون، نلقاو لي اسيد اورغانيك و لي اسيد انورغانيك ولا لي اسيد نون اورغانيك. لي اسيد اورغانيك اللي يكونوا شغل هما اللي يدو كونتيتي كبيره في لي اسيد في لي اسيد نون فولاتيل، شغل يشكلوا كميه كبيره من لي اسيد نون فولاتيل كيما لاسيد لاكتيك اي لي كورسيتونيك لاسيتو اسيتات اي بيتا ايدروكسي بوتيرات. هادو هما لي اسيد نون فولاتيل يجونا بريسك من وسمو من الميتابوليزم دي بروتيين هكا، ما دي ميتابوليزم واحد اخرين كيما هنايا يعني نشوفو دي ميتابوليزم ليبيديك لي كورسيتونيك. عندنا لي اسيد انورغانيك برينسيبالمون هما لاسيد فوسفوريك اي لاسيد سولفيريك. هادو هما لاسيد فوسفوريك الى اسيد سلفيريك، هادو هما يجونا من الكاتابوليزم دي بروتيديك اي دي فوسفو ليبيد. هادي بور لي اسيد. سمحنا هنا واش نهضروا؟ قلنا بلي لو كور تاعنا راهو يخدم بزاف دي اسيد، قلنا عنده توندونس داسيديفي لو سون. هادو هما لي اسيد هنا شغل قسمناهم دي اسيد فولاتي اللي يكونوا هما اللي كبار بزاف، كونتيتي تاعهم تكون بزاف كبيره، واللي هو البرينسيبال اسيد فولاتيل هو الوحيد هو لو سي او 2 اللي تصالو اليمناسيون باغ لي بومون داكوغ. لي اسيد نون فولاتيل ولا لي اسيد فيكس قلنا ليمناسيون تاعهم تكون باغ لي غان، يكونوا عندنا لي اسيد اورغانيك و لي اسيد انورغانيك. لي اسيد اورغانيك انا مديت لكم دي زيكزامبل، ولي اسيد نو اورغانيك هاني مديت لكم دي زيكزامبل. دوكا تيك نشوفو هادو هما لي سورس، معناتها المصدر انا قلت لكم شويه من الميتابوليزم، بصح نزيدو نشوفو انا باش نعرفو بريسك، باش نزيدو نشوفو لي سورس تاع هادو هما لي اسيد. شغل نشوفو هادو هما لي اسيد تاعنا السورس تاعهم منين يجو. يقول لك بلي لي زونتري داسيد، معناتها لي اسيد من يدخلوا لورغانيزم تاعنا يكونوا سوا بار دي انترميديير ميتابوليك كيما شفنا دوكا بار ميتابوليزم، ولا يكونوا بار لي زاليمون لي ناكلوهم، ولا يكون اليمونتير. دونك يكون سوا يكون اليمونتير سوا يكون ميتابوليك. كون دوكا تيك تشوفوا بلي لي زونتري داسيد راح يكونوا شغل يجونا من زوج مصادر، يجونا من لي انترميديير ميتابوليك كي صاوا الميتابوليزم تاعنا، ويجونا اوسي من لاليمونتاسيون. واش يقول لك ثاني؟ يقول لك بلي اليمونتاسيون ريش اون بروتيد. علاش؟ كي ناكلو بزاف لي بروتيين، ولا انا ناكلو في دي اسيد اصلا، دي اسيد امين اكسيتيرا. دونك
دونك راح يكون عندنا لي زونتري داسيد بوكو بلوس. باغ كونطخ لي زونتري دي باس يقول لك اسونسيالمون يجو من لاليمونطاسيون، سا فو دير لو كور تاعنا ما راهوش يديرنا برودكسيون بزاف دي باس، ميم في لي ميتابو في لو ميتابوليزم تاعنا ما راحش يديرنا برودكسيون دي باس. دونك بلوتو معناتها بلوتو تاع لي زونتري دي باس يكونوا اليمونتير، يجونا من لاليمونطاسيون. فوالا واش يقول لك، يقول لك اليمونطاسيون فيجيتاريان كوندوي ان اكسي دالكانا، سمعك واحد يكون ياكل بزاف لي ليغوم لي فروي دونك لورغانيزم تاعو راح يدير لو برودكسيون بزاف، باسكو ماشي لورغانيزم تاعو هو راهو ياكل دي باز بزاف. دونك اون ريزوم كو لورغانيزم اي بوكو بلوس اكسبوزي ا اون سورجاج سور باردون سور شارج اسيد كو بازيك. علاش؟ ها اصلا قلناها في الاول، قلنا بلي اصلا لو كور تاعنا راهو اتوندونس داسيديفي لو سون. واش قلنا هنايا؟ قلنا بلي بريسك لي زونتري داسيد راهم يجونا من الميتابوليزم ويجونا من لاليمونطاسيون تاني. باغ كونطخ لي باس يجونا بريسك غير من لاليمونطاسيون، يسمى توجور لوغانيزم تاعنا راهو سور راهو اون سور شارج داسيد كو بازيك. هذه بور لي اسيد. دوك نروحو لا ريغولاسيون. هنا راح نهضروا على ريغولاسيون دو ليكيليبر اسيد باس، سا فو دير لورغانيزم تاعنا كيفاش راح يدير لا كيفاش راح يرياجي كي باغ اكزومبل يكون عندي تكون عندي باز شغل يكون عندي لو سون بازيك ولا يكون عندي اكسي دو باز ولا يكون عندي اكسي داسيد في لو سون. دونك لادابتاسيون دو لورغانيزم او شونجمون دو بي اتش، فوالا شغل كيفاش راح الداتا تاعك كيفاش راح يتكيف مع التغيرات تاع البي اتش. عندي 3 ميكانيزم اسونسييل، عندي لو سيستيم تامبون داكسيون انستونتاني. دونك هذا لو سيستيم تامبون دوك نهضروا عليه ونشرحوهم داكور. داكسيون انستونتاني هذه يكون سريع سريع بزاف بالخف بالخف كرول بالخف يدير لنا الريغولاسيون تاع البي اتش ويرجعها نورمال. عندنا ريغولاسيون ريسبيراتوار داكسيون رابيد اللي تكون بار لي بومون، وعندنا لا ريغولاسيون رينال داكسيون لونت اللي تكون بطيئه شويه اللي تكون بار لي ران. نبداو بلو سيستيم تامبون دو لورغانيزم، معناتها حنا نهضروا على لو سيستيم تامبون هنايا. قبل ما نهضروا عليه وكيفاش يدير وكيفاش يخدم لازم نمدلو ديفينيسيون واش معناتها سوليوشن تامبون ولا علاش سميناه هكا. دونك قلنا بلي سوليوشن تامبون c'est une solution qui empêche toute variation du pH quand on lui ajoute un acide ou une base. اسمع حنا quel que soit رانا نزيدو par exemple les H plus يا واش راح دير راح تكابتيهم، quel que soit حنايا انا حابين par exemple نقصو في les H plus نقصو في les H plus هي واش راح دير راح تلي بيريهم. اسمع à toute variation quel que soit نبقاو نزيدو في لي زاسيد ونقعدو نزيدو في لي باس لو بي اتش يخلي لو بي اتش نورمال. هذا اسيور اون ريغولاسيون رابيد اوتوماتيك يكون رابيد بالخف، هو يجي في بروميير بوزيسيون. شتو كي درنا دوكا كي درت لكم لادابتاسيون هنايا، هنا شوفو بدينا بيه سيستيم طومبون هو الاول اللي يكون لوتي كونتر لي فارياسيون تاع البي اتش. ان سيستيم طومبون نعرفو برسك كيميكمون هو ان سيستيم تامبون اي ان كوبل كي كومبرون جينيرالمون ان اسيد فابل، هو كوبل تاع ان اسيد فابل اسونسيل دو باس كونجوغي باردون اسونسيل دو باس فورت ولا يكون اون باس فابل اسونسيل داسيد فور. اسما يكون عندي كوبل اسيدو بازيك، يكون عندي كوبل اسيدو بازيك سوا لاسيد يكون فابل اي لا باس تاعو تكون فورت، سوا تكون اون باس فابل اي لاسيد تاعو يكون فور. هنا فوالا هنا بديت لكم دي زيكزامبل برك، باغ اكزومبل هنا سي اش 3 سي او اش، سي اش 3 سي او او موان ان ا بلس، وانا عندي الان اش 3 والان اش 4 سي ال هكا. علاش هك علاش حنا واش عمبالنا؟ على بالنا كو لي زاسيد فابل ولا لي باز فابل سون انكومبليتمون ديسوسيي. قرينا هادي قريتوها نورمالمون في الشيمي، شغل كي انكومبليتمون ديسوسيي ما يقدروش شغل يتفكوا كامل ولا يذوبوا كامل، يسمى يقدروا يكابتيولنا دي زاش بلس اذا كانوا دي باز، ويقدروا يديرولنا ليبيغاسيون دي زاش بلس اذا كانوا دي زاسيد هكا. باسكو لاسيد واش قلنا؟ لاسيد بيرد بروتون اتش بلس والباس اكسبت بروتون اتش بلس، هادي كامل على بالنا بها. دونك عندي انا اسيد فابل و اون باس فابل. الباس فابل علاش؟ باش الباس فابل تقدر واش تقدر دير لنا؟ تقدر تاكسبتي لنا
DH plus إذا كان عندنا إكسي داش بلس في لو سون، والأسيد فاب إذا كان عندي ديمينوسيون ولا ديفيسيت داش بلس في لو سون، الأسيد واش راح يدير؟ راح يدير ليبيريلي دي زاش بلس. هذه علاش بخاصك يكون لو سيستيم طومبون يكون كوبل أسيد باز. دوك نشوف بلي بخاص كامل لي سيستيم طومبون دون لورغانيزم يكونوا أسيد اي باز، دي فوا الأسيد يكون فاب ودي فوا لا باز تكون فاب. حنا هضرنا تانيك على لو سيستيم طومبون، قلنا بلي اسيد سي ان دونور دو اتش بلس اي اون باز اي ان اكسبتور دو اتش بلس. فبار اكزومبل هنا عندي اسيد وهنا عندي باز، دونك بي اتش ايكال بي كا بلس لوغ لا باز سور لاسيد. ايكواسيون هادي تاع داندورسون اصل باش. دونك نشوفو هادي ليكواسيون كيفاش نكتبوها، عندها واحد الطريقه شغل عندها واحد الطريقه باش نكتبوها بها. والبي كا كونستانت دو ديسوسياسيون تاع لو كوبل باز اسيد. دوك هاتي كنشوفو وقتاش هاد لو سيستيم طومبون ولا يكون افيكاس. هنا واش راح نهضرو؟ نهضرو على لا فالور شيميك دان طومبون. دان طومبون قال لك بلي ديبون بليزيوغ فاكتور، يسمى باش هذا لو سيستيم طومبون ولا هذا لو كوبل اسيد باز يكون افيكاس، واش عندنا؟ عندنا دي فاكتور سا كونسنتراسيون. كل ما كان هذاك الكونسنتراسيون تاعو في لو سون كبيره كل ما راح يكون افيكاس كي لي بلو كونسنتري. سون بي كا كل ما كانت البي كا تاعو قريبه للبي اتش تاع لو ميليو اللي راهو فيه كل ما يكون افيكاس. حنا واش عملنا؟ عملنا سي كو كنا هادو ما يكونوا بريسك متقاربين هذه بي كا والبي اتش، هذا الاساس والحمض راح يكونوا بخس متساويين، تما راح تكون عندي pH نورمال، راح يكون عندي ايغاليتي في الاسيد اي باس والpH راح يكون نورمال. دونك يقدر يكون باغ اكزومبل pK زايد بواحد ولا ناقص بواحد ثاني تكون افيكاس. دونك هاتيك حنا هضروا على لي سيستيم طومبون دو لورغانيزم. عندنا بلوزيغ سيستيم طومبون دو لورغانيزم، عندنا لي سيستيم طومبون اللي نلقاوها في ليكيد intracellulaire، في ليكيد extracellulaire. كنقولوا ليكيد extracellulaire راح نهضروا على البلازما، نهضروا على البلازما بريسك و بريسك لو ليكيد سيفالو راشيديان اللي نصبوه في لو سيرفو في لو سيستيم نيرفو. بصح حنايا نهضروا بزاف على البلازما ليكيد extracellulaire، معناتها الليكيد اللي يكون برا لي سيلول. لي سيلول وين تسبح؟ في لو سون، بلازما وين جاي؟ في لو سون. دونك ليكيد اكسترا سيلولير. وثاني كنهضروا وين عندنا لي سيستيم طومبون؟ في ليكيد انترا سيلولير، معناتها داخل لي سيلول. نبداو بلو سيستيم طومبون كربونات اسيد كربونيك HCO3-H2CO3. هذا لو سيستيم طومبون لو بلوز امبورطون في لورغانيزم تاعنا، باسكو لا كونسونطراسيون تاع البيكربونات في لو سون تكون طالعه. دونك سا كونسونطراسيون بلازماتيك اي الفي. سيستيم انترا اكسترا سيلولير نلقاوها في الانترا سيلولير، في ليكيد انترا سيلولير، في الاكسترا سيلولير. بصح في الاكسترا سيلولير معناتها في البلازما يلعب دور كبير اكثر من الانترا سيلولير. سي ان سيستيم اوفير. واش معناتها سيستيم اوفير؟ سيستيم اوفير باسكو يكون عنده ريلاسيون مع لو ميليو اكستيريور. دونك نشوفو كيفاش عنده ريلاسيون مع الميليو اكستيريور. ولا كونسونطراسيون دو H2CO3 كونترولي بار لي بومون اي لا كونسونطراسيون دو HCO3 كونترولي بار لي رين. كومون؟ دونك نشوفو. قلنا بلي لو سيستيم كربونات اسيد كربونيك قلنا هو le meilleur système tampon في l'organisme surtout في l'extracellulaire. علاش؟ لا كونسونطراسيون تاعو تكون élevée. واش قلنا؟ قلنا سيستيم اوفير. علاش؟ قلنا باسكو كونسونطراسيون تاع HCO3 راهي كونترولي بار لي بومون. لازم نعرفوا كو هذا الاسيد كربونيك اسيد انستابل، كي انستابل معناتها بالخف يتحول، بالخف يدير تفاعل. كيكون هكا يكون وحده يجي اونزيم يسموه اون غاز كربونيك، يحولوا سوا في هذا لو سونس سوا في هذا لو سونس، يحولوا حيث يولي عندي انا H2O واللي عندي CO2 والCO2 يروحوا فيغ لي بومون. علاش قلنا H2CO3 كونترولي بار لي بومون؟ باسكو H2CO3 يتحول للCO2 الغاز، والCO2 هذا يروح بار لي بومون اكسكريسيون في لي بومون. باغ كونتخ الكونسونطراسيون تاع HCO3 كونترولي بار لي رين. علاش؟ باسكو كيف هذا H2CO3 يولي H++ HCO3 تقدر تسالهم غي ابسوربسيون
بار لي ران ولا بلاك اكسكريسيون، على حساب شغل، على حساب على حساب لو ميليو اللي رانا فيه، ولا على حساب لو كا اللي رانا فيه. ميم اش بلس، اش بلس تقدر تصيرهم اكسكريسيون، تقدر تصيرهم ريابسوربسيون. هادو لي سيستيم نلقاوه تانيك في لي غلوبول روج، نلقاو هذا السيستم في الغلوبول روج بزاف، باسكو علاش؟ لونيدغاز كربونيك يكون كاين في لي غلوبول روج. دوكا نروحو لهذيك ليكواسيون اللي شفناها من قبل. هكا يقول لك بلي البي كا تاع لو كوبل كربونات اسيد كربونيك تساوي لنا 6.1، راهي قريبه شويه للبي اش، ماشي قريبه بزاف مي شويه، حيث كي نكتبوا هذه ليكواسيون يجينا بي اش يساوي لنا 6.1 بلس لوغ البي كربونات اللي هي باس على ال H2CO3. يقول لك بصح هذا ال H2CO3 الكونسنتراسيون تاعها تكون نيجليجابل، شغل هينه، شغل ما كاش بزاف. علاش قلنا؟ باسكو اسيد انستاب بالخف يتحول، بالخف يتحول يولي لنا H2O CO2 كما درنا هنايا هكا. يسمح لنا واش قال لك؟ قال لك بلي كونسنتراسيون تاع ال H2CO3 نقدروا نسميوها هي لو CO2 دي سو دون لو سان ولا دون لو. يسمى الكونسنتراسيون تاع هذه تاع ال H2CO3، H2CO3 نقدروا نعوضوها بلو CO2 اللي دايف في الماء واللي دايف في لو سان. كيف كيف هكا يسمى واش تولي عندي؟ تولي عندي لو CO2 سما تولي الكونسنتراسيون تاع ال H2CO3 تساوي لي لو CO2 دي سو dans le sang، وهذا le CO2 اللي دايب في le sang قال لك يساوي لي la pression partielle تاع CO2، يساوي لي pression partielle تاع CO2 عادي. هذه شغل le CO2 dissous dans le sang يساوي لي هي la pression بين la pression partielle du sang. selon loi d'Henry يقول لك باللي la solubilité du gaz d'un gaz معناتها الذوبان تاع الغاز est proportionnelle à la pression partielle تاع هذاك الغاز. دونك واش يولي عندي؟ يولي عندي CO2 ديسو في ال في لو سون اللي هو ال H2CO3، واش يساوي لي؟ قلنا بروبورسيونيل، شغل متزامن طردا مع لا بريسيون بارسيال تاعو اللي هي هذه. سولون واحد لو نديرو بلي CO2 ديسو في ال في لو سون يساوي لنا A اللي هو كونستانت دو سوليبيليتي تساوي لنا 0.03 فوا لو بي CO2 لا بريسيون بارسيال تاع هذاك الغاز. كي نحاولو واش تخرج لي؟ تخرج لي بي اش. كي نحاولوا هذا CO2 ديسو نحاولوها في الكونسنتراسيون تاع واسمو كونسنتراسيون تاع الاسيد كربونيك، واش تمدلي 6.1 بلس لوغ تاع هذيك لاباز على 0.03 لا بريسيون بارسيال تاع هذاك لو غاز. هذا بور لو سيستم طومبون. هنا انا شفنا كيفاش هذا، هضرنا على السيستم طومبون تاع لا بيكربونات اسيد كربونيك. قلنا بلي لو سي او 2، قلنا الاسيد كربونيك، l'acide carbonique il est contrôlé par les poumons ou dire excrétion de CO2 par les poumons ou le ou smo ou l'HCO3 est contrôlé par les reins. صح هذا السيستم كيفاش يخدم؟ واش يقول لك؟ يقول لك يكون عندي انا يكون عندي باغ اكزومبل انا اسيدوز، هكا يكون عندي اسيدوز معناتها عندي لي اش بلس راهم طالعين. يسمو واش صرا؟ صرا هذه، صرا هذه لا رياكسيون صرات هذا لو سونس. علاش؟ باسكو نولي شغل نولي نقص من لي اش بلس. كي نولي نقص من لي اش بلس نردها اسيد كربونيك، كي نرجعها اسيد كربونيك نرجعها سي او 2، سي او 2 يروح فيغ لي بومون، شغل تكون في هذا لو سونس. يقول لك ثاني نقدر في الالكالوز بريسك تمشي في هذا لو سونس، يقول لك بريسك تمشي في هذا لو سونس. مي كي تمشي في هذا لو سونس شغل ما نقدروش نقولوا بلي صح تمشي في هذاك لو سونس، باسكو يولي عندي سي او 2 بلس اش 2 او، تولي عندي اش 2 سي او 3، ما تولي عندي اش بلس اي اش سي او 3. راني او ميم طون راني او ميم طون نواسي، صح راني نخرج في لي اش بلس، صح راني نخرج في لي اش بلس شغل راني نزيد فيهم، بصح او ميم طون ثاني راني نزيد في لي اش سي او 3 موان، و اش سي او 3 موان هو باز معناتها يدير شغل يدير لي الكالينيزاسيون دو سون. سما شغل ما نقدرش نقول بلي صح في هذا لو سونس دير الكالوز، باسكو من بعد ديك هذوما لي اش بلس و اش سي او 3 نخلوهم لي غا، لي غا سوا دير لهم ريابسوربسيون سوا دير لهم اكسكريسيون. سما هذاك لو رول يكون على حساب لي غا. ان شاء الله تكونوا فهمتوها هذه. داكور دوكا تيك نروحو لسيستم واحد اخر. قلنا عندنا بلوزيغ سيستم طومبون، قلنا دوزيام سيستم طومبون اللي نهضروا عليه هو ليموغلوبين و ايموغلوبينات. حنا نهضروا على ليموغلوبين، ليموغلوبين اللي جاي في لي غلوبول روج هكا. دونك هذا ليموغلوبين عرفنا بلي ليموغلوبين هو اللي ينقل او2 لي تيسيو والخلايا
لي شغل يثبت لي الاكسي لي يثبت لي الاكسجين في لي غلوبول روج. دونك ليموغلوبين اي تان اكسيلون سيستم طومبون، يجي بعد لو سيستم تاع بيكربونات اسيد كربونيك. دونك هذا ليموغلوبين، ليموغلوبين شوفوا ليموغلوبين برسك يلعب دو فونكسيون، شغل راح يحافظ لي على البي اش تاعي شغل بزوج حفايس، راح يكون شغل يلعب دور تاع بروتين بلازماتيك. على بالنا بلي الهيموغلوبين هو عبارة عن بروتين، قلنا عنده دي ليكاس نورمالمون دو تو ستركتور تاعو جو بونس بيوشيمي، باش اذا كامل درتوها ولا لا. لا دونك هذا يلعب شغل دور بروتين بلازماتيك، كي يلعب دور بروتين بلازماتيك واش يدير؟ هو واش فيه هذا الهيموغلوبين؟ فيه لي غروبمون استيدين، فيه لي غروبمون استيدين، حيث نلقى 33 موليكول 33 استيدين سور موليكول وحده تاع ايموغلوبين. هكا الاستيدين واش نعرفوا حنا لاسيد امينو استيدين؟ عنده لاشين لاتيرال تاعو اللي نسميوها ايميدازول، واش نسميوها؟ ايميدازول. هكا هذه لاشين لاتيرال تاعو ايميدازول تقدر تثبت لي دي اش بلس، وتقدر تليبريهم، تقدر دير لي اكسبتاسيون دي اش بلس باش باغ اكزومبل تنقص لاسيديتي في لوسون، وتقدر تليبريهم باش تزيد لي لاسيديتي في لوسون. دونك نلقاوها سو دو فوا دو فورم، نلقاوها في هذه لا فور، هذه لا فورم بلس اش بلس بلس اش بلس تمد لي هدايا تكون لوتي كونتر لاسيدوز. علاش؟ باسكو تثبت لي دي اش بلس، ولا تكون في هذه لا فورم كي تصرى من هذه الجهه عدي هذه لا فورم تليبري لي اش بلس فلوسون، وتكون كونتر لالكالوز باش باش تنقص شويه لي باس اللي يكونوا فلوسون. هكا ياك حنا يكون عندي اسيدوز صافي دير عندي بزاف داش بلس، دونك واش راح ندير؟ راح تثبتهم باش تنقصهم فلوسون. كي تكون عندي الكالوز معناتها ما عنديش بزاف دي اش بلس فلوسون، تسمى واش راح ندير؟ راح تليبريهم. فوالا هذه هي عندي اش بي اش، اش بي اش اللي يكون مثبت لي اش بلس يولي عندي اش بي موا بلس اش بلس، هذه شغل العلاقه. دونك البي كا تاع هذا لو كوبل ايموغلوبين ايموغلوبينات يكون 7.83. هذه بور ليموغلوبين ايموغلوبينات. هذا الاخر تاعو، هذا اسمه هذاك الغول تاعو، الغول دوزيام. قلنا شنو الهيموغلوبين واش يقدر يدير؟ قلنا يثبت لي لو دو، يقول لك باللي لو دوغري دوكسيجيناسيون دي هيموغلوبين افيكت لو بوفوار دو غروبمون ايميدازول، تسمى ياثر على البوفوار تاع الغروبمون ايميدازول في لاكسبتاسيون ولا في ليبراسيون تاع الاش بلس. كيفاش؟ يقول لك باللي لو دوغري، يقول لك بلي ليموغلوبين باغ اكزومبل، انا عندي ايموغلوبين هكا، عندي ايموغلوبين، يكون عندي ايموغلوبين هذاك ليموغلوبين واش راهو داير؟ ليموغلوبين راهو مثبت لي او 2، هذا اش بي مثبت لي او 2. ومن بعد تيك هنايا باغ اكزومبل، هنايا عندنا دي سيلول، ومن بعد تيك هذا راح نقراوه بلوس اون ديتاي في لا ريغولاسيون بيلمونار، معليش نهضر لكم برك عليه. دونك واش عندي؟ عندي او 2. يقول لك اون كاداسيدوز تزيد، يزيدوا الاش بلس في الاش بلس، يزيدوا في البلازما هكا الاش بلس يطلعوا، كي يطلعوا هادو مالي اش بلس، كي يطلعوا هادو مالي اش بلس ليموغلوبين قلنا سي تان سيستم طومبون. هكا هذا شوفوا كي يكون عندي يطلعوا لي اش بلس، تسمى هذا الهيموغلوبين واش يدير؟ يليبري لنا الاو 2، يليبري لنا الاو 2 لي سيلول، يليبري لنا الاو 2 لي سيلول، وكي يقعد يليبري لنا في الاو 2 لي سيلول واش راح يدير لنا؟ يثبت لنا اش بلس. علاش يقعد يثبت لنا في الاش بلس؟ يثبت لنا لي اش بلس باش ينقصهم في البلازما، باش ينقصهم في البلازما. هذا برسك نسميوه نورمالمون قريتو في فيزيولوجي بلمونير لي في دو بور، حيت كل ما زادت لي بي اش حتكون عندي صرا ليبراسيون تاع الاو 2. هكا هكا شغل كيفاش يخدم ليموغلوبين مع الاو 2 والاش بلس، عندها علاقه بالسيرو 2 بصح نشوفوها في لا ريغولاسيون بلمونير تهمكم اكثر، نشرحها لكم. يسمى هنا واش عندي؟ قلنا شوفوا نفهمكم عفسه، يكون عندي ايموغلوبين مع او 2، يكون عندي ايموغلوبين مع او 2، عندي ايموغلوبين مع او 2 نسميوه اوكسي ايموغلوبين، معناتها ايموغلوبين مثبت لي الاكسجين. كي يكون عندي ايموغلوبين، ايموغلوبين نحى لي الاكسجين وثبت لي دي اش بلس نسميوه ديزوكسي ايموغلوبين، شغل نحى الاكسجين منه. هكا هذا ما كان، هذه بور لوخر، تسمى يلعب دور تاع اوكسي ايموغلوبين اوكسي ايموغلوبينات. فوالا دونك هنايا كي قلنا باش شغل يثبت لي البي اش تاع لو سون. فوالا هذه راني كاتبت لكم هنايا ديزوكسي اش بي 100 او 2
اوكسي اش بي اش بي بلس او 2. زيد ثاني كنفهمكم حاجه، يقول لك باللي الهيموغلوبين يكون مثبت لنا الاو 2 يكون لافينيتي تاعو اتجاه الاش بلس قليله، تما ما يقدرش يثبت دي اش بلس كيكون لاصق فيه الاو 2، تما حتى اللي يبين لنا الاو 2 باش تولي لافينيتي تاعو كبيره للاش بلس ويقدر يثبتو. تسمى لافينيتي تاع لوكسي هيموغلوبين الاش بلس قليله، بصح لافينيتي تاع ديزوكسي هيموغلوبين للاش بلس كبيره. هكا لوكسي هيموغلوبين اي لوكسي هيموغلوبينات هذا ثاني كيسان كوبل قلنا تاع سيستم طامبون بي كا تاعو تكون 6.60. هكا كما قلنا الهيموغلوبين يلعب خاصك دورين، يكون عنده كوم بروتين بلازماتيك يثبت لي الاش بلس وينحيهم ويثبت لي الاو 2 والاش بلس. نروحو السيستم طامبون ثوازيام اللي هو بروتينات. قبل ما نكملكم هذا السيستم طامبون تاع لي زيموغلو تاع الهيموغلوبين يكون افيكاس ولا يكون مهم اكثر في ليكيد اكسترا سيلولير. علاش؟ باسكو في لو بلا، باسكو اصلا نلقاو لي جلوبول الهيموغلوبين نلقاوه في الجلوبول وجه الجلوبول وجه نلقاهم نلقاوه في البلازما في الاكسترا سيلولير. نروحو لو سيستم طامبو بروتين بروتينات اللي احنا هضو هنايا على لي بروتين. هكا عندي نصيبهم في الاكسترا سيلولير ونصيبهم في الانترا سيلولير، بصح يكونوا امبورطون في الانترا سيلولير. نهضروا قبل على الاكسترا سيلولير. الاكسترا سيلولير قلنا باللي لي بروتين واش عندهم دي زاسيد اميني. لي زاسيد اميني واش يقدروا يفيكسونا دي اش بلس ويقدروا يليبرونا دي اش بلس، يفيكسيونا دي اش بلس باغ لا فونكسيون بازيك اللي هي ان اش 2 وي ليبريونا دي اش بلس باغ فونكسيون اسيد اللي هي سي او اش. دونك واش يقول لك؟ بس دونك واش يقول لك؟ لي زاسيد اميني بازيك لوتي كونتر لاسيدوز اون فيكساسيون داش بلس، تسمى يكون عندي انا لي زاسيد اميني بازيك عندهم دي فونكسيون بازيك كتر، واش راح يديروا لي؟ راح يثبتوا لي دي اش بلس، كيفيكسوا لي دي اش بلس، دونك راح يحبسوا لي لاسيدوز، شغل راح يكونوا فعالين كونتر لاسيدوز. باينه؟ سي كان عندي زاسيد اميني اسيد معناتها عندهم دي فونكسيون اسيد، معناتها راح يديروا لي ليبيراسيون تاع اش بلس، دونك راح يخدموا كونتر الكالوز باش يزيدوا لي لاش بلس في لو سون و الكالوز هذه تروح لنا. هذه اون اكسترا سيلولير اللي لو رول تاعهم برسك يكون مينيم، اون انترا سيلولير لو رول تاعهم يكون بلوز امبورطون. حيث واش يديروا لنا؟ يقول لك ابي اش فيزيولوجيك لي بروتيين كومبورت كوم دي زانيون، معناتها شوارب عندهم شحنات سالبه دي زانيون. دونك واش قال لك؟ قال لك ال بوف دونك فيكسي ان بروتون. كيكون عندي باغ اكزومبل انايا عندي شريده سالبه، تقدر تفيكس لي شريده مجاوره باسكو راح يتجاذبوا فيما بعضهم. باغ اكزومبل هنا انا بروتين سالب اللي يقدر يثبت لي اش بلس. هكا هذه قال لك في بي اش فيزيولوجيك، معناتها يكون بي اش تاعي يكون بي اش تاعي نورمال. دونك اون كاد اسيدوز واش يصرى؟ يقول لك بلي لي بروتين فيكس ان اش بلس دو ليكيد اكسترا سيلولير. شوفوا عندي ال اي سي ليكيد انترا سيلولير راني فلا سيلول، و ال او سي ليكيد اكسترا سيلولير راني برا. يقول لك بلي اون كاد اسيدوس هادو البروتين كيفاش يخدموا؟ واش يخدموا؟ يقول لك بلي يفيكسو لي اش بلس. واش معناتها عندي اسيدوس؟ معناتها عندي دي اش بلس راهم بزاف هنا في ليكيد اكسترا سيلولير، راهم بزاف في لو سون. دونك لا سيلول هادي واش دير؟ تفيكسي لي هادو لي بروتين اللي يكونوا في لا سيلول اون انترا سيلولير، واش يديروا لي؟ يدخلوا لي اش بلس داخل لا سيلول، يفيكسيو لي اش بلس. يقول لك يفيكسيو لي اش بلس بروتون كا بلس يدي لو سونس انفرس ويعاود يخرج من لا سيلول. علاش؟ باسكو انا دخلت اش بلس، واش راح ندير؟ نخرج كا بلس باش نخلي الشحنه اونتر ليكيد اكسترا سيلولير وليكيد انترا سيلولير متوازنه. يسمى دخلت اش بلس وخرج كا بلس. هكا قلنا عندي اش بلس تدخل لا سيلول وكا بلس تخرج، يتسمى توجو واش راح يكون عندي في ليكيد اكسترا سيلولير؟ راح نقعد نخرج في لي كا بلس، راح نقعد نخرج في لي كا بلس وراح نقعد ندخل في الاش بلس. هكا تسمى انا كي نبقى ندخل في الاش بلس شغل باش نكومبونسي، شغل باش نهبط هذيك لاسيدوز، باسكو كي نهبط الاش كي ندخل الاش بلس يولي عندي قليل بي اش راح تزيد تطلع. هكا دونك وبالنسبه للكالسيوم الكالسيوم بوتاسيوم، بالنسبه للبوتاسيوم كي يخرج واش راح يدير لي هنايا؟ راح يتعمر، راح يولي عندي بزاف في الكابلوس. دونك واش راح يدير لي؟ راح يدير لي ايبر كاليمي. واش يدير لي؟ يدير لي ايبر كاليمي. على بيها يقول لك بلي اسيدوز دائما اسيدوز، كي تصير عندي اسيدوز يولي عندي ايبر كاليمي. هذه بور اسمها هنايا وين لي بروتين يلعبوا بريسك دور مهم. هنايا البي اش دو ليكيد اكسترا سيلولير
ما تنقص، لو بي اش هذه تنقص يكون عندي اسيدوز ونقعد ندخل في الاش بلس، دونك عندي كا بلس دو ليكيد اكسترا سيلولير اوغمونت سالي هايبر كاليمي، يعني لا بيغا يكون عندي اسيدوز راح توجور تجي موراها هايبر كاليمي باسكو لا سيلي راح تقعد تخرج لي في الكا بلس وتدخل لي في لي اش بلس. طومبون الاخير اللي نشوفه هو لو طومبون فوسفات، هذا طومبون فوسفات في البلازما عنده دور صغير بزاف مينور دون ليكيد اكسترا سيلولير، مي عنده دور مهم فوندامونتال دون لي زورين، راح نشوفوه في لا ريغولاسيون رينال، راح نهضروا عليه اون ديتاي في لا بروشان فيديو ان شاء الله. دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذوك المصطلحات تاع اللي كنت نهضر فيهم، مش عندهم شويه علاقه بالفيزيولوجي، مليح تكونوا هكا اوموا قاريين شويه فيزيولوجي باش تقدروا تفهموا اكثر وتفهموا خير، سورتو في لا ريغولاسيون بلمونير اي لا ريغولاسيون رينال. بصح راح نسي نعاود لكم شويه شويه منهم. هذا ما كان، دونك نديرو بريسك ريزومي. واش قلنا؟ قلنا بلي البي اش تاعنا لازم توجور يكون يقعد ستاب. كي باش يقعد ستابل عندنا دي سيستم يدخلو، سيستم الاول هو لو سيستم طومبون اللي يجي في بروميير بوزيسيون، سيستم طومبون فيه دي ديفيرون سيستم اللي هضرناهم دوكا، هما سيستم كربونات اسيد كربون اسيد كربونيك، سيستم تاع ليموغلوبين، سيستم تاع لي بروتين بروتينات، اي سيستم تاع الطومبون فوسفات. كل واحد يكون مهم في ليكيد معين، باغ اكزومبل الطومبون تاع الكربونات اسيد كربونيك يكون مهم بزاف في الاكسترا سيلولار، ماشي معناتها ما نلقاوش في الانترا سيلولار نلقاوه، قلنا ثاني نلقاوه في الجلوبيل روج ثاني. الهيموغلوبين نلقاوه بلوزيور في بزاف في الاكسترا سيلولار، الفوسفات نلقاوه في لي ران ولا في لي زورين، لي سيستم بروتين بروتينات نلقاوه بزاف اون انترا سيلولار نلقاوه ثاني في الاكسترا سيلولار. كاين هادو اللي يشرحوهم في الكور تاعهم، كاين يهضروا عليهم برك، انا حبيت نشرحهم باش يكون مش على الاقل تفهموهم كامل. وش يقعد لنا؟ تقعد لنا مور لي سيستم طومبون، تقعد لنا ريغولاسيون بلمونير والريغولاسيون رينال. قلنا سيستم طومبون هو يجي الاول، حنا درناه اليوم، البروشين ان شاء الله راح نديرو ريغولاسيون بلمونير ريغولاسيون رينال. ان شاء الله تكونوا فهمتوا، اي ميرسي.